يعني لما بتفوت هدى الاسعد نحن ما بننطر لنصير مع المشاهدين على الهواء، ببلش من قيم ومنناقش وشو صار ومين تكرم وبيستاهل او ما بيستاهل. على كل حال صرتوا تعرفوا انه حديثنا الفني اليوم عن المهرجانات غالبا، والتفاصيل الباقيه مع هدى. صباح الخير. بونجور ورد، يسعد صباحك هدى. يسعد صباحك مشلين، كيفكم اليوم؟ تمام. طبعا انا لازم بس برر شغله للمشاهدين، اي غلطه انا ما دخلني، انتوا ما بتخيلوا ريحه الاكل بالكنترول او بالاستوديو. كثير طيب، يعني ما بعرف كيف رح ركز. جاعت. شي بيجوع. شي بيجوع. يسلموا ايدين اكيد الشيف تهامة، وناطره انا الاكله لتخلص قبلكم، ما دخلني لو فقره وطالعه. رح بلش باول خبر معي لليوم. مثل ما قال ورد، اليوم اخباري اكيد عن الميركس دور، هذا اهم حدث كان خلال الاسبوع الماضي. هذا المهرجان تأجل لسنتين بسبب فيروس كورونا، وتأجل من فترة حتى رفضوا معظم الفنانين، وأنا ذكرت لكم هذا الحكي بالستوديو حتى بصباح الخير، أنه هن متضامنين مع لبنان، ولكن القائمين على هذا المهرجان كانوا مصرين أنهم يكون في جزء جديد ودورة جديدة. هاي الدورة وزعت جوائز من 2019-2020، و التوزيع كان على السنتين يلي قطعوا. رح احكي لكم ملخص، وانا جايبت لكم مقتطفات من هذا الحفل او ملخص هذا الحفل. اكيد رح بلش بفنانينا السوريين. الفنان قصي خولي اخذ افضل ممثل عربي عن دوره بخمسة ونص يلي انعرض ب 2019، وعن دوره ب 2020 يلي انعرض برمضان الماضي. ديما قندلفت الفنانة الجميلة اخذت كمان جائزة افضل ممثلة عربية عن دوره بالهيبة الرد يلي كل حضرناه أو أغلبنا حضرناه، ولكن كان فعلا ناجح جدا، وكان في ديما هذا التألق لألها فيه. كمان معتصم النهار يلي أخذ جائزة الجماهير أو أفضل فنان جماهيري عن دوره بخمسة ونص. رح أنتقل هلأ بقى للأسماء الثانية اللي كانت موجودة واللي كان تم تكريمهم. أكيد تم تكريم نادية الجندي عن أعمالها بهي الدورة، بالإضافة لماجي بوغصن عن دوره بأولاد آدم وللموت، أولاد آدم يلي انعرض بال2019 وللموت يلي انعرض برمضان الماضي، وكمان دانييلا رحمة يلي هي شريكتها وشريكة هذا النجاح، أخذت جائزة أفضل ممثلة عن دورها بأولاد آدم يلي هو كان كمان كثير في عالم حبته، بالإضافة للفنان عاصي حلاني يلي أخذ كمان جائزة أفضل مطرب عربي بالسنوات يلي قطعوا. حاج حكي، تعالوا نشوف كيف استلموا جوائزهم، وشو كانت الكلمة، وشو كان أكثر، يمكن أكثر رسالة كانت مميزة هي من معتصم النهار يلي حب يهدي هالجائزة لدمشق وللشام. خلينا نشوف بالضبط شو صار معهم. مساء الخير جميعا. خليني أبدأ. شكرا. أبدأ بشغلة وبمقولة بحبها كثير، الله ولي التوفيق. إن شاء الله كلاتنا نكون موفقين. سعيد بوجودي هون. شكراً للميركس دور، للقائمين، للجنة على التكريم. مبروك لكم السنة العشرين. هاي جائزة مني لكل زملائي اللي معي بالعمل، من أصغر إنسان لأكبر إنسان. تفضلي ديما. الناس اللي بقيوا ما استسلموا هو نحن، واضح إنه ما استسلمنا، مع الدين مشبسين يعني بالأرض. قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب، شآم بالمجد، أنت المجد لم يغبي. هاي الهدية لدمشق الشام الغالية على قلبي، ولبيروت الأغلى على قلبي. كل الشكر، يعطيكم ألف عافية وألف مبروك لكل الفائزين. يحيى لبنان. وشعب لبنان، الشعب الذي يعشق الحياة والجمال والحرية. مساء الخير. عادي يعني قبل ما أوصل انخزق الفستان، عملته موديل، الحلقات ما هدو شلتن، طالع على المسرح تفركشت، شو القصة؟ لا بدها وحدة كبيرة يا ما شاء الله على الآخر يعني. شكرا لكم. ميرسي. لازم استلم الجائزة. بحبكم يا صغيرين، وفعلا كان الشغل شغل على أصوله حتى بالظروف يلي صعبة يلي مرقنا فيها.
يعني اكيد يلي كان ترند هو شعرات قصي خولي وهذا وهذا اللوك يلي عامله. اكثر شيء قريته عن هالاطلاله انه قصي خولي من اكثر الفنانين الاذكياء واللي بيعرفوا يروجوا تماما لاي عمل بيعملوه. هلا رح كمل. حاسس هدى عم توجه لي الحكي لإلي. ورد ما حب اللوك. لأنه مو أنا بس يعني. صحيح في كثير عالم. كمان إنه في ناس. صح. في كنت هالساعتين تطلع من الكاركتر وبعدين بترجع له بس إنه هو ترويج. ترويج صحيح. لدور عم يعمله فبرافو. تخيل وقت إيش صار في حكي عن فكرة إنه شو هذا الدور اللي عم يعمله وشو هي التفاصيل العالم. هذا المطلوب معنا توصل لهدفه. تماما وصل صحيح لهدفه. 100%. وكمان كونه عم نحكي عن قصي خولي هو كمان ورد ذكرتي هلا قبل الهوى. لنقول لهم للمشاهدين كمان هو أخذ أفضل ممثل عربي بمهرجان الفضائيات العربية. يعني عن جد قصي عم يثبت دائما حاله من وقت البلش إلى الآن عن جد ونوجه له تحية من الله يسعد صباحك. خبر التالي هو عن الفنان وائل كفوري. وائل كفوري ب 14/9 يعني من أربعة أيام خمسة أيام طبق 47 العمر كله العمر كله يا رب. ولكن يبدو يعني هالسنة كان الاحتفال مختلف. هالسنة هو حب يحتفل بمسيرته على طريقته. رح أحكي لكم هيك كثير هيك بلمحة سريعة جدا عن بداياته. وائل كفوري مثل ما كلياتنا بنعرف هو بلش باستوديو الفن. هذا البرنامج يلي قدم لنا أهم فنانين الصف الأول اليوم ومنهم أكيد وائل كفوري. قدم لنا مجموعة من الأغاني، عنده أكثر من 17 ألبوم خلال هاي المسيرة في كثير من الأغاني المنفردة، بالإضافة أنه هو كان عنده تجربة درامية سينمائية غنائية ببحر النجوم، بالإضافة لكثير من الجوائز، بالإضافة لكثير من خليني أقول هيك المهرجانات والأوسمة. يعني يمكن هيك مسيرة كثير صعب أنك تختصريها بدقائق. وبحس انه فعلا هذا الفيديو يلي نزله على صفحته على انستغرام وعايد حاله بحاله وقال وائل كفوري بين الماضي والحاضر بيختصر هالمهنه الطويله او المسيره الفنيه الطويله. خلونا نحضر هذا الفيديو سوا ونسمع شوي مجموعه من اغاني وائل كفوري. تفضل. يعني نحن كلياتنا عم نغني مع وائل كفوري، كلياتنا صرنا وائل كفوري للحظة، أكيد العمر الطويل للفنان وائل كفوري، ولكن ما فينا نتجاوز أبداً أغنية ديو يلي صار مع نوال الزغبي ومن حبيبي أنا، يلي كانت هي من فكرة الراحل سيمون أسمر، يلي كان بـ 11/9 ذكرى وفاته الثانية، الله يرحمه. عن جد نحن بحاجة سيمون أسمر جديد بالوسط الفني وهذا أغلب النقاد صانع النجوم تماماً. خبر التالي هو عن الجماهيري تامر حسني. تامر حسني في عنده شق دائما مختلف عن الفني، نشيط جدا، فيلم، اغاني، كليبات، حضور، حفلات كانت الاهم بالساحل الشمالي اللي كانت خلال الايام الماضيه او صيف 2021. ولكن تامر حسني في عنده شق انساني ودائما بيتقرب من جمهوره والناس المعجبين فيه بطريقته. ففي صبيه كفيفه اسمها مريم النجدي بكل لقاءاتها هي عازفة وهي مغنية، فبكل لقاءاتها بتقول انه هي كثير بتحب الفنان تامر حسني وكثير بتتمنى انه تلاقيه، فهو حقق لها هي الأمنية. قال وانا كمان حابب شوفك، وفعلا في اعلاميين مصريين خليني اقول كانوا مثل خط وصل بين مريم وتامر حسني وحققوا لها حلمها وحققوا لها هذا اللقاء. خلينا نشوف كيف هذا اللقاء وشو غنوا سوا وكيف كان تامر حسني مع مريم. خلونا نشوف سوا. يا مريم انا تامر اهلا حسيتيني على طول ازاي اخبارك ايه عامله ايه اخبارك ايه الصوت الجميل ده ربنا يخليك والله اخبارك ايه ازيك عامله ايه صاحبتك تعالي عامل ايه بصي بقى احنا ننزل سلم كده ايه تعالي يا سهر تعالي بقى ايه خليكي وصي انا منظرش بقى استني انت طايره انا مش عارفه انت بصي بس ثانيه بقى عشان هنا في باب شمال سنه عشان الباب ايه؟ سلمها سلمها كده ايوه انت عارف اصل الصوت مش صوت بس لازم يبقى فيه احساس الخامه نفسها الحاجه بقى بتبقى من عند ربنا زي الانك كده بالظبط النبي انت عارف ام كلثوم يا اخواتي تبقى حاسس فجاه انك لوحدك وكل الناس
يعني عن جد تامر حسني مو بس هو الفنان اللي عنده هاي اللفتة الإنسانية أو دائما عنده اهتمام بجمهوره ومعجبينه، كتار من الفنانين بحبوا يكونوا قريبين من جمهورهم وبيحاولوا أنهم يتواصلوا معهم بشكل مباشر. خبر التالي هو خبر للأمانة خلال الأسبوع الماضي كان كتير ترند، وعلى قد ما كان ترند كان لازم من الفنان سيف نبيل أنه يرد أو ينفي. طلعت إشاعة على حسب أكيد بعد ما نفى سيف نبيل هذا الموضوع، صار فينا نقول إشاعة أنه هو بالمحاكم الإماراتية لأنه اعتدى على صديقته اللبنانية بالضرب، وهي رفعت عليه دعوة قضائية وصار في محاكم، وهذا الشيء منع سيف نبيل من السفر خارج الإمارات. هاي الإشاعة خلته يطلع ويقول أنه لا هذا الحكي مو صحيح، طولوا بالكم وأنا لا عم بشتغل وعندي مهرجانات وعندي حفلات، فخلينا نشوف كيف نفى ونرجع شوي لحتى لكم شغلة عن موضوع سيف نبيل تحديدا. مساء الخير عليكم يا ناس يا طيبين. طبعا أنا مو من النوع اللي أحب أرد على الإشاعات اللي تطلع، لكن حسيت هذه الإشاعات أخذت أكثر من حجمها، ما لها أي صحة. أنا بدولة الثانية الإمارات، بدي أحضر لي أعمال كثيرة جديدة، بدي أحضر لي حفلات. بالصراحة في كثير ناس بعد ما شافت هذا الفيديو اقتنعت انه لا، ولكن العالم الأكبر ناطرة حدث مهم يصير. سيف نبيل من الأسماء الموجودة بمهرجان جرش، مع أكيد هلأ رح أحكي أكثر عن مهرجان جرش، جايت لكم تفاصيل نحكي عنه أكثر، ولكن بعد انقطاع طويل تماما بعد كمان سنتين في كثير مهرجانات انقطعت خلال فيروس كورونا، ولكن الناس قالت انه اذا سافر سيف نبيل فعن جد ما في قضيه، ناطرين تخيل العالم لوين فايتين بالتفاصيل. اذا شافوك بالاردن فانت اكيد هي كلها اشاعه وما في لا قضيه اعتداء ولا قضيه ضرب. طيب وفعلا مجعب على يروح مشكله لازم يثبت اكيد للعالم والجمهور، في كثير ناس بتحبه وفي ناس قلقا على فكره عليه، يعني بصير مثل تبرير انه لا عنده الاردن هلا بده يروح. نحن ناطرين لنشوف هلا تماما، نحن اكيد ناطرين لحتى نشوف شو رح يصير مع الفنان سيف نبيل. انا مع نسمع اغنيه من اشهر اغانيه اللي اصدرها خلال الاسبوع اصدرها خلال الاشهر الماضيه، ونرجع حتى نكمل اخبارنا. معي اخر خبر لليوم، تفضل. اخر خبر معي لليوم، مثل ما بلشت بمهرجان رح اختم بمهرجان جرش يلي الكل ناطرو، مو بس الفنانين كمان خليني اقول هيك الوطن العربي بينتظر هذا المهرجان. حيتم افتتاحه ب 22/9 يعني بعد يومين ان شاء الله، حيضل 2/10. بصراحه هذا المهرجان هي الدوره مختلف نوعا ما، حيكون في مشاركه ل 70 فرقه اردنيه بالاضافه لعدد كثير كبير من النجوم الاردنيين مثل عمر عبد الله، نداء شراره وغيرهم كثير من الاسماء، بالاضافه للنجوم العرب مثل ما ذكرت قبل شوي سيف نبيل، جورج وسوف، نجوى كرم، واللي حيفتتح اول يوم هي القديره ماجده الرومي، حيكون صوتها بجرش ب 22/9. بالاضافه حيكون في 300 موسيقي، بالاضافه لفعاليات للاطفال، كرنفالات غنائيه موسيقيه مسرحيه. دائما مهرجان جرش بكل سنه او بكل دوره بيقدمها بيكون مختلف، وهي السنه في اختلاف واضح بعد هالانقطاع سنتين. حتى انا جايبت لكم على فكره صور كيف الفنانين روجوا على هذا الحفل، انه هن حيكونوا موجودين مثل ما شايفين جورج وسوف، ماجد الرومي، ونجوى كرم، بالاضافه لسيف نبيل. جرش يعني جورج وسوف، هيك نحن وصغار مرتبطه بذاكرتنا. انا كثير مبسوط انه السلطان جورج وسوف رجع الى المهرجانات. صحيح. رجع للحفلات بالاونه يطول الأخيرة. بعمره الله يطول بعمره، عن جد الله يطول بعمره. ومشلين انت قلتي كلمه هي امبارح ببالي كل الوقت، جرش يعني جورج وسوف، فانا كثير حبيت اجيب لكم اغنيه من جرش للسلطان الطرب جورج وسوف. طالبت لي شيء كم مليون لا احذري شو انت قلتي، شيء نحن بيشبهنا نحن بنحبه، فانا حبيت اكيد نختم هي الفقره بشيء لجورج وسوف. اكيد يعطيك العافية هدى، يسعد صباحك عن جديد، وشكرا على هذا الزخم من الأخبار اللي اختصرتي لنا إياهم بربع ساعة. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نشوف نحن مهرجاناتنا السورية اللي كنا متعودين عليها باللاذقية، بطرطوس، بحلب، يعني تجمع كل فنانين الوطن العربي بالقريب العاجل إن شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا هدى. شكرا مشلين.